هموت في الحمام المحشي. نشرب بقى كوبايتين الشاي ونقعد نتفرج على الفيلم. انت لسه في مكان في بطنك؟ ده انت قعدت تاكل لحد ما بطنك نفخت. مش عريس؟ هما العرسان برضو بيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. هو المفروض يعملوا ايه يعني؟ براحتنا، احنا ورانا حاجة؟ على رأيك مفيش ورانا اي حاجة. يا كوثر العضلة تعباني قوي. قليل البخت يلاقي العظم في العضلة. كان لازم مراته الأولانية تموت بالقلب. فندم؟ أبداً، أنا بقول زمان الناس دلوقتي حاسديني عشان أنا متجوزة فروة كورة ما شاء الله. استني بس يا كوثر، استني بس، المشهد ده حلو قوي، شفته 10 مرات قبل كده. طيب طالما شفته 10 مرات ما تتفرج على حاجة تانية ألطف يعني. ما بتحبيش الضرب؟ بموت في الضرب، بالذات لما أكون متغاظة من حد. بقولك ايه، انت مش واخد بالك النهارده فرحنا ولا ايه؟ ما تيجي نتفرج على فيلم تاني، فيلم يعني رومانسي، يكون فيه مثلا نظرة، كلمة حلوة. استغفر الله العظيم، حضن يا شيخ، دي حاجات دمها تقيل قوي. على رأيك، كفاية تقل بقى، احنا ناقصين. انت شفت فيلم حكاية حب؟ طبعا، لما عبد الحليم حافظ جاله القلب. ما اقصدش الحته دي، انا اقصد الحته التانيه لما كان عبد الحليم قاعد زيك كده بالظبط، ومريم فخر الدين قاعده جنبه زي كده بالظبط، وعبد الحليم راح باصص في عينيها وقعد يغني لها: بتلوموني ليه تيره لو شفتم عينين. يا سلام. لما بحفظ كلام اغاني الحليم. بس اكيد حافظ فيلم بدايه ونهايه صم طبعا. يا سلام، لما ست سناء جميلة الله يرحمها رمت نفسها في النيل وانتحرت. الله يرحمنا جميعا. يا خسارة، نسيت اجيبها معايا. ايه دي يا حبيبتي؟ الطاولة، واضح ان الليلة دي هتطول. عندي. بس يا خسارة، ناقص قشطين. شايله في قلبك وساكته؟ الحمد لله يا سكر. طب هو فين؟ انت تعرفي مكانه؟ مكان مين؟ هو مش بتفكري تشوفيه؟ هو حضرتك بتضحك ليه؟ انت مصري قوي يا جدع، انت بتعرف تناقش المواضيع السوداء بمنتهى السخريه. هو في الحقيقة أنا مش هقول لحضرتك يعني ولا ادعي إن أنا أقصد كده، بس أنا ما أعرفش أكتب غير كده. وأنا لو أعرف إن أنت مدعي هتضحكني؟ فعلاً وزير كل يوم والتاني تطلع من وزارته قضية، يروح الوزير يشهد مع المتهم والمحكمة تحكم على المتهم. بس دي فزورة في الحقيقة مش نكتة. ساعات الفزورة بتضحك أكتر من النكتة. بس والله أنا مبسوط إنه إيه ده؟ انت لسه قاعد عندك؟ لا، بس الاستاذ وحيد ندهلي علشان يضحك على المقال بتاعك. بقول لك الاستاذ ربيع عاوزك. ايه يا دنيا، هو انا مش عاجبك ولا ايه؟ لا يا فندم لا سمح الله، ازاي يعني؟ بس اصل الاستاذ ربيع عاوزه في حاجه مهمه، حاجه لمصلحتك. لو خده من الصفحه انا هسيب الجورنال كله.
بلغه كده لما تروح له. مش قادر اصدق اني سمعت كلامك. بقولك ايه، هو السواق جاي معانا يعمل ايه بالظبط؟ تفتكري يعني جاي يعمل ايه بالظبط؟ جاي يسوق زي ما انت شايفه كده. بقولها مش ممكن تسوق ابدا في البلد دي، انا مش بشتغل في السيرك. طب ما انا هقول لك على حاجه، احنا نقعده في اي داهيه لغايه ما نلف لفتنا ونرجع له، المعادي فاضيه اهي. ايه داهيه دي؟ بتقولي الكلام الفظيع اللي بتقوليه ده. انت صحفي تحقيقات يا يوسف، انا قلتها لك قبل كده وبكررها لك تاني، انا عايزك تعمل لي تحقيق اسبوعي على صفحه كامله. يا دي الهنا، ده انا ليا الشرف يا ريس. طبعا اجرك هيزيد واسمك هيكبر وحيتقل. لا لا والله، لا والله، بغض النظر عن كل الحاجات دي مع احترامي يعني، انا كل اللي يهمني يا ريس اني اتشرف بان اشتغل مع حضرتك وشغلي يكون عند حسن ظنك. بس في الحاله دي لازم نضمن انك تكون مستمر معنا. اي طريقه هتكون مرضيه لحضرتك انا موافق عليها، بس لو سمحت ما تطلبش مني اقدم استقالتي. مش هتقدم استقالتك يا يوسف، هندور على اي اسلوب تاني ومش هنختلف. لا لا نختلف يا ريس، العفو، مفيش اي خلاف. انت مش راكب عربيه ليه يا يوسف؟ ايه ده، ما عندكش عربيه ليه؟ نصيب يا ريس. ايه ده نصيب؟ الحمد لله ما عنديش. ليه بتسال يا ريس؟ ابدا، اصل النقابه فيها عربيات بالتقسيط، ممكن تدفع المقدم اللي معاك والقسط يتخصم من مرتبك. انا خايفه قوي 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 يا سكارة، مش عارفه لما اشوفه اعمل ايه. مش جايز هو كمان يكون متجوزش؟ امبوسيبل طبعا، اذا كنت انا عملتها. ايه تتجوزي يا ست بولا؟ اه ايه بقى ان شاء الله اللي بيضحك. انا اتجوزت يعني 5-6 اسبوع كده بس. بس طب وبعدين؟ ولا حاجه، عشان ما ينتحرش طلقني. بس بصي بقى، هو كان بيموت فيا وانا يعني كنت بعمله كده زي ما اكون اخويا. هو ده عيبه يا مدام، هو ده عيبه، بفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فاكرني. ايوه اهي الفيلا بتاعت شكري. لا ده قصر مش فيلا. بسم الله ما شاء الله، ده باشا بقى. ايه ايه، انت هتحسديه ولا ايه؟ المهم قوليلي انا اعمل ايه لما اشوفه. انت مش هتعملي حاجه، انا اللي هعمل. انا هنزل الشارع ده مرتين ثلاثه، اضرب صحوبيه مع نص الشغالين اللي فيه واجيب لك قرار امه. انا عارفه امه فين، امه في الاغافه بتاعت المتجوزين. ما اقصدش، قصدي يعني ان انا هعرف لك حكايته من طقطق لسلام عليكم. اهو شكري، شكري اهو. تعالي استني، رايحه فين؟ لا ما تعمليش كده، ما تعمليش كده. ست بولا تعالي. ايه بس ايه في ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ تقلي شويه. اتقل ايه؟ شفتي انا هطلع له. انا هطلع. لا يا ست بولا اوقفي اوقفي. طب انا هقول لك حاجه، أوفي. انا هروح بس اخبطه بالعربيه وتبقى كانها حادثه وتقابلنا بالصدفه. يا سلام، بقول لك اتقل يا ست بولا، مش هعرف لك الحكايه الاول. اتقل ايه يا سكره؟ انا حاسه ان قلبي بيدق في وداني توك 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 توك. برضه اتقلي، انا هظبطها لك، سيبيني.